مساء الخير عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكونوا في صحه جيده. اليوم جبت لكم روتين متنوع فيه مقتطفات من يومي. هاد لا روتين درتها لكم نهار ثاني يوم تاع العيد، حبيت نشارككم لا جورني تاعي كيفاش دازت. ان شاء الله تعجبكم هاد لا فيديو ونوري لكم طريقتي كيفاش نخبي الاواني تاعي تاع هادوك تاع السنيوات هادوك تاع العياد وكامل كيفاش نخبيهم باش يبقاو لي هكداك شابين وما يتصدوليش. هنا كما راكم تشوفوا هنا مع الصباح نط رحت للبالكون صورت لكم هاد الاجواء تاع الصباح. كان واحد الكالم، كانت السما بزاف صافيه، كان نهار بزاف شباب اليوم. ومن بعد جست بيان سور نوجد القهوه تاعنا تاع الصباح. سخنت الحليب وطلعت البراس تاع القهوه وخليتهم يطلعوا في غرضهم. ومن بعد لهنا جست باسكو كنت نط انا الاولى في الدار، حطيت القهوه تاعي، حطيت شويه تاع الحلوه كيما على بالكم راهي الحلوه كاينه تاع العيد، حطيت شويه وشربت قهوتي ومن بعد بديت شغلي. وانتم قولوا لي واش درتوا، رحتوا لدياركم ولا ما زلتوا؟ انا دوك نروح لدارنا ان شاء الله ونشارك معكم اللي حبيتوا لي فيديو من تما. انا كما راكم تشوفوا الحاجه الاولى نقيت حشاكم لي سانيتير، حشاكم للسال دو بان تواليت نقيتهم كامل، درت لهم رغوه بالاوم والجافيل عقمتهم. كما راكم تشوفوا دوك نبدل ثاني التراب تاع السال دو بان، مسحت كامل يعني بيدي لهنايا. ومن بعد جست للصالون تاعي مسحت الطاقة وفتحتها، هويت كامل الصالون الغرف كامل. هنا كنت سيقت كامل لي شومبر، كانوا مازالوا راقدين كما راكم تشوفوا راهي الظلمة. ورفدت التابي تاعي تاع الزربية تاع الصالون كيما على بالكم نهار العيد كلاو تما الكاطو وفتولي وكاع، انفضتها من البالكون وخليتها تتشمس في البالكون. ومن بعد كان ما عندناش الخبز كيما على بالكم في العيد، الخبز كان ناقص مع هذا الحجر الصحي سكتو برك. عجنت شويه تاع الخبز خفوفي برك، موالف يجيني شباب على هكا. مهم عجنتو تاع خفوفي وحطيتو ودست باش نوجد الفطور. الفطور حطيت شويه تاع طرف تاع الدجاج كانوا عندي في كونجيلاتور، قطعت لهم شويه تاع البصل، راح ندير جواز هنا احمر بالبطاطا والجلبانه وكامل، درت شويه تاع العكري شويه تاع الكركم شويه تاع الفلفل الكحل وخليتهم يتقلاو في غرضهم. ونديرو كامل هذيك الخضره قلت لكم، بطاطا والزروديه والجلبانه. الجواز هذا يجي بزاف هايل، خاصه الا رفقتوه مع المطلوع ديروا الحار ومشوي وشلاضه يجي بزاف بنين. كيما على بالكم دوك بدا يجي الصيف لازم نديرو هكذا التكتوكات وكامل. هنا بعد لي كملت سيقت كامل الحاله، سيقت ورجعت هذوك لي بو تاع الورد، حطيتهم لي فاس هذوك في الارض. هنا حطيت الطاجين باش يسخن لي. ومن بعد تيك ما طيبتش لهنا، طيبت لداخل خدت بدا الريح والطابونه تاعي بدا يطفي لي فيها الريح، ما دخلت الكوزينه وطيبت. هنا كان خمر لي المطلوع تاعي، رحت قرصتو وخليته هنا، حليته بالحلب بيدي وكامل وخليته يخمر باش نطيبه. كيما قلت لكم هذا المطلوع درتو تاع ليكيديتو درتو بالخا باسكو كنت فريمون مشغوله وكنت شويه مشغوله، اما لا درتو المهم باش نفطروا به وخلاص. يعني المطلوع قدمت مدولو من وقتكم وتعجنوه بيان وكامل يمد لكم نتيجه مليحه. هنا هاوليك المطلوع تاعي بعد اللي طيبتو قطعتو درتو في الطبق، وهاوليك الجواز تاعنا بعد اللي طاب جمر جا بزاف بنين. سمحوا لي شاهدكم في الجنه ان شاء الله. وحطيت شلاضه درت لها شويه تاع المايس كان بقالي من رمضان، شويه تاع مايونيز وفطرنا. كان هذا هو الفطور تاعنا، يعني كانوا بزاف المشتركات قالوا لي شاركي معنا الفطور تاعك واش راكي طيبي في الايامات هذوما. اما بالنسبه للعشاء درت هذا روز غليته نورمال، زدت له الطون كي طاب وزدت له شويه تاع المايس ودرت حبيبات تاع البيض وتعشينا بهم. يعني هذا هو كان عشايا برك، حبيت نشارك معكم شي حاجه جديده ولا درتها. ومن بعد في الليل حطيت لاتاي باش نحبطوا هذيك الماكله تاعنا. كيما على بالكم لاتاي يعاون في الهضم، حطيت شويه لاتاي على رجلي وشربنا. هذا هو
هذا هو لا جورني تاعي. كيفاش دازت تاع الدوزيام جوغ تاع العيد؟ اما بالنسبه للاواني تاعي اللي نستعملهم كما قلت لكم في الاعياد ولا تكون عندي مناسبه ولا الضيوف كيجوني، انا الحاجه اللي نديرها انه ما نرميش هذوك الكراتين اللي نشري فيهم. كما على بالكم هادو السنيوات الضوغي وكامل يجوا معاهم اليوس تاعهم كما راكم تشوفوا. هذه سنيوه كما قلت لكم هادو السنيوات كامل يجوا معاهم اليوس تاعهم، انا ما نرميهمش، نخبيهم في لاوس هادي يكون زيت في الكرتونات تاعهم. وكي كانت واحد الاخت معنا في لي كومونتير نسيت الاسم تاعها، قالت لي السنيوه تاعي كيما تاعك وتصدات لي. انا يا نقول لكم السنيوات تاعي هادو الدوغي ما نغسلهمش يا البنات، كي نحط فيهم في العياد ولا كش ما يجيني يضيف ولا اذا طحت لي فيهم القهوه ولا دفق لي فيهم لاتاي ولا، نمسح غير هذيك البلاصه ونمسحهم بالماء تاع الزجاج. ميم نفرضوا انه دفقت لكم فيهم حاجه ولصقت، غسلوا وسوا غير باللافيت ومسحوها تمتم، تخلوهاش بالماء وتقطر تسناو حتى تقطر، باسكو هاد النوع يتمتم يتصددوا. هنايا هذوك هاد لاصيغ اللي شفتوها تاع السنيوات تاع البلاطو هادو تاع لي كادغ جوغ لي كادغ، هادو تاني مخليتهم تاني في لي بواط تاعهم، دايرتهم في البلاكار الفوق. انا هذه هي سنيوه عندها باقيلا 5 سنين ملي شريتها، عندها 5 سنين وشوفوا مازالت اون ديغي جديده. هاد لاوس تاعها دائما توجور فيها باش ما تنجرح ليش وباش ما يعني تحافظ عليها. هنا الكرتونه تاعها هذيك رميتها، كنت رميتها مازالني مستحفظه غير بلاوس، واللي ما عندهاش لاوس واش دير؟ الا عندكم كاش مخده قديمه الغلافه تاع المخايد القدم ديروا فيهم السنيوات تاعكم. هنا بالنسبه للفواره ديالي هذه الدوغي كنت شريتها 550 ولا 600 بالنسبه للبنات اللي يحبوا يعرفوا الثمن، ونخبيها كيما بنفس الطريقه